صباح النور حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هاد لا فيديو، الى اول مره كتشوفوا القناه ولا الفيديو ديالي، ما تنساوش تشتركوا بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد كنسلو. وكنبغي نشكر كاع الناس الجدد اللي عاد التحقوا بالقناه، وكنبغي نشكر شكر كبير للناس الوفيين ولا الاوفياء للقناه. كنتمنى ديما ننزل فيديوهات تكون عند حسن الظن ديالكم. اليوم جيت لكم فيديو جديده. اليوم غادي نشارك معكم صباحي ديال نهار السبت، كيفاش دوزتو. غنقاد فخيضات ديال الدجاج، غنصايبهم بواحد القرمشه رائعه، وهذه المره ما غاديش نقليهم في الزيت، غادي نشويهم في الفران بواحد الطريقه رائعه. مهم خليكم على فيديو باش تشوفوها. اول حاجه بديت بالفطور، كنت صايبت البارح بالليل الكريم، كنبغي نصايبهم قبل بالليل باش كنفيق غير كنسخنهم. من بعد الفطور نط كنجمع في الدار. بطبيعة الحال كتعرفوا في الويكاند بنادم كيفطر بشويه، يعني كيبقى شحال حدا الميدة، ماشي بحال وسط السيمانه كيكون جري 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 ديما. البنات جمعت الدار، خرجنا بالخف جبنا داكشي اللي خاص. مهم انا شويه ديال الكفته، شويه ديال لاداند، ودوك الفخيضات ديال الدجاج. اليوم غادي نشارك معكم واحد الاكله رائعه بهاد الفخيضات ديال الدجاج. المهم دابا غادي ندير بعدا لاداند نغسلها ونديرها في الخل، والفخيضات حتى هما نغسلهم مزيان وندير لهم الخل، والكفته نفرقها في ليبار اللي غادي ندخل الكونجيلاتور. المهم هانتوما معايا، بعدا غنبدا بهادشي هو الاول.
ودابا البنات غادي نجيب الفخاد ديال الدجاج. انا هنا غادي نستعمل 4 ديال الفخيضات، نتوما كيمكن لكم تستعملوا الكميه اللي بغيتوا. هنا غندير 4 ديال الفخيضات ديال الدجاج اللي حيدت لهم ديك الجلده، خليت غير هاد البلاصه هنا الفوق باش يبقى مشبر ليا شويه الفخاد في راسو ما يتفرتتش كامل. بطبيعه الحال راه غسلتهم مزيان، درت لهم الخل وخليتهم ترقدوا فيه شويه، عاد من بعد عاوتاني غسلتهم ودرتهم يتسقطروا. هنا عندي واحد البصيله صغيره اللي حكيتها مع شويه ديال الثومه، وهنا شويه ديال الحامض مصير حتى هو حكيته. غنحتاج شويه ديال البابريكا، شويه ديال البزار، شويه ديال زيت الزيتون ولا زيت العود، شويه ديال الخل وشويه ديال القزبر ومعدنوس. الملحه ما غاديش نديرها حيت ديجا الحامض مصير تيكون مالح، داكشي علاش بلا ما نضيف وبلا ما نضيفوا الملحه. دابا غادي نضيفوا شويه ديال بابريكا، نضيفوا شويه ديال البزار، شويه ديال الخل، شويه ديال زيت الزيتون، غادي نضيفوا هاد البصله مع الثومه وداك الحامض مصير، غنضيف شويه ديال القزبر ومعدنوس، وغادي نخلط الكل جيدا. ودابا غادي نجيب هاد الكسكاس، غتستغربوا المهم غادي نفورهم في الكسكاس باش يطيبوا ليا مزيان، عاد باش ندخلهم يتقرمشوا ليا في الفران. غادي نهزهم بهاد الشرموله ديالهم، دابا ها هما درتهم في الكسكاس، غادي نحطهم دابا في يفوروا شويه، غنغطيهم ونخليهم يفوروا باش ينضجوا ليا مزيان، ماشي باش ندخلهم الفران يتقرمشوا على برا ويبقى لداخل ما ناضش. هنا البنات درت شويه ديال الماء يسخن، ودرت نص حامضه باش ما يكحرش ليا، باش ما تكحرش ليا الطاوه. هنا ها هو داك الدجاج ديالي، غادي نوضعو دابا يفور ليا حتى يبان ليا نضج مزيان. مره كنقلبوه، هذا غادي نحيدو. البنات من بعد ما فار ليا هذاك الدجاج بحال هكا كتحسوا به طاب، غادي نجيبو بعدا هنا واحد السلافه، غادي ندير فيها واحد شويه ديال الموطارد ولا الخردل، شويه ديال لاصوص الصوجا، شويه ديال الكيتشوب، شويه ديال الخل، شويه ديال الملح، شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه ديال زيت الزيتون، انا دايره شويه ديال الخضره كتسلق مع الروز. نضيف واحد معلقه ولا راس معلقه صغير ديال العسل، غير شويه. هنا عندي شويه ديال لا شابلور، وهنا عندي واحد البيضه نقربها بحال هكا شويه، اول حاجه غنخلط هاد المكونات مزيان،
وغادي نضيف هذا الفخذ بحال هكا ديال الدجاج، غادي ندوزو في هاد الشرموله مزيان. غادي ندوزو في البيض، ومن بعد غندوزو في لاشابلور. صافي بحال هكا، وغادي نوضعو في الصينيه اللي غادي ندخل الفران، وغادي نستمر بنفس الكيفيه حتى نسالي الفخيطات ديالي. البنات من بعد ما صيبت هكا الفخيضات ديالي، غادي ندير شويه ديال الزبده هكا من الفوق، وغادي ندير شي قطرات بحال هكا ديال زيت الزيتون غير شويه. صافي غادي ندخلهم الفران، غير يبانوا ليا تحمروا تقريبا كياخذوا واحد ربع ساعه بحال هكاك ماكسيموم. غادي ندخلهم يتحمروا ونتلاقاو من بعد. وهنا البنات صيبت سلطه ديال الخضره مع الروز، درت معهم غير شويه ديال الملحه البزار، شويه ديال الطون، داك الزيت ديال الطون هو باش كنخلط، وشويه ديال لا مايونيز. المهم هاد السلطه راه كنت مشاركها معكم من قبل، قلت بلا ما نعاودها لكم. وهكا كيجي الطبق ديالي، صراحه جربوا هاد الفخيضات وردوا عليا كيجوا رائعين رائعين بزاف، لذادين بزاف. ما تقولوش واش طيبتوهم في الفران، كتجي فيهم واحد القرميشه مع داك التتبيله اللي درنا ليهم جوج ديال المرات. درت سلطه اللي كيف قلت لكم مرافقه، ودرت شويه ديال الفريد حتى هو. بصحه والراحه غداكم، وهنا كتسالي لا فيديو ديالي. كنتمنى الفيديو اللي قدمت لكم اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم هاد لا فيديو خلوا لي لي لايك، وخلوا لي بزاف ديال لي كومونتير، كيعجبني نقراهم، ولا رديتوا البال كنجاوب كل وحده بوحده، كنعطي الوقت لي كومونتير حيت الصراحه كيعنوا لي بزاف وكيشجعوني بزاف. تسناوني في فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف بزاف، والسلام عليكم.